كشف وزير الفلاحة والتنمية الريفية عبد الحفيظ هني خلال جلسة عرض ومناقشة لمشروع حول قانون متعلق بالغابات والثروات الغابية بمجلس الأمة، كشف أن هذا القانون يتضمن قوانين لم يتضمنها القانون السابق ولم يتم تطويرها بشكل كافي. تغطية لأحمد رشدي. كما أدرج هذا الباب قائمة الجرائم المختلفة التي بإمكانها أن تلحق الضرر بالثروة الغابية الوطنية، وكذا مبالغ الغرامات المالية والعقوبات السالبة. وضع هذا القانون الجديد مفاهيم وأحكام لم يتضمنها القانون السابق أو لم يتم تطويرها بشكل كاف. ونذكر في سبيل المثال، أولا، وضع مخطط وطني لتنمية الغابية، ويتم وضعه على أساس جرد الثروات الغابية الذي يتم إعداده كل 10 سنوات وتحيينه دوريا ورقمنته. ثانيا، وضع استراتيجية وطنية للغابات. ثالثا، التصديق على التسيير المستدام للغابات وتتبع مسار المنتجات الغابية وطريقة استغلالها العقلاني. رابعا، الزراعة العائلية. خامسا، وضع مخطط وطني لإعادة تأهيل وتوسيع وتطوير السد الأخضر. سادسا، تحديد العتاد الغابي للتكاثر مثل المشاتل الغابية. سابعا وأخيرا، الولوج للموارد البيولوجية الطبيعية. هذا وأكد الوزير عبد الحفيظ هني عن بلوغ مساحة الغطاء الغابي 4.2 مليون هكتار في الشمال و 3.5 مليون هكتار في منطقة السد الأخضر بالهضاب العليا، مشيرا إلى وجود مشروع لتهيئة وتطوير هذا السد الأخضر. الغطاء النباتي على مستوى الوطن هو في تحديد 4.2 مليون هكتار على المستوى الشمالي، وكذلك 3.5 مليون هكتار على مستوى السد الأخضر. ولنا برنامج تطوير بالنسبة لهذا المشروع الهام، واللي له أهمية قصوى بالنسبة لكل يعني التغيرات المناخية التي نعرفها. وفي سياق آخر، كشف هني عن طلب قدم لميزانية الدولة في إطار مشروع قانون المالية لسنة 2024 الخاص بالحصول على عتاد خاص لحماية الغابات، والمتمثل أساسا في طائرات بدون طيار بقيمة 100 مليون دينار وعتاد تطوير نظام الحماية بقيمة 600 مليون دينار. بالنسبة كذلك للتدخل بالطائرات بدون طيار، هنا قدمنا ملف على مستوى الميزانية الدولة في القانون المالية من أجل الحصول على عتاد خاص وما يسمى درون الطائرات بدون طيار ب 100 مليون دينار جزائري، وكذلك عتاد من أجل تطوير نظام المتابعة حرائق الغابات بمبلغ يقدر 600 مليون دينار جزائري. من جهته، المدير العام للغابات جمال طوهرية كشف عن دراسة لإحصاء وتسجيل كافة النباتات العطرية والزيتية التي توجد بالجزائر. الدراسة التي يعدها المكتب الوطني للدراسات الخاصة بالتنمية الريفية ستسهل عملية الاستثمار في استغلال وتثمين وحتى تكثيف هذه النباتات. هناك يعني حتى مكتب دراسات يقوم حاليا بندار، يقوم حاليا بالإحصاء، يعني باش نحصوها باش يكون عندنا بالتدقيق الاحصاء تاعها والمناطق تاعها، ويكون هناك يعني وممكن هناك طبعا اذا كان مستثمرين يقومون بتكثيفها. اين يقومون بتكثيفها؟ بالمحيطات التي سنخصصها للاستغلال. المحيطات اللي يتم انشائها ما تكونش فقط لتربيه النحل او لغرس الاشجار المثمره، ولكن تكون لتطوير هذا المنتوج، هذا النوع من الاعشاب اللي هو اهم مهم كثير، يعني ويرجع للاقتصاد الوطني يعني بقيمه ماليه لا باس بها. في سياق اخر، اكد طوهري ان هناك تسهيلات كبيره للراغبين في الاستثمار في تربيه النحل، حيث يتم قبول كل الطلبات في هذا المجال شرط حصول صاحب الطلب على تكوين متخصص في المجال ولو لثلاثه ايام. في مجال تربية النحل، فالنحل لا يحتاج يعني مناطق مخصصة، يحتاج إلى مناطق غابية فيها تنوع نباتي كثيف، يكون هناك فهو مفتوح للاستثمار حاليا. يعني أي طلب
اي طلب يتقربوا لنا احنا نطلبوا من السيد يروح يدير يعني سيد او السيدات او الساده يروحوا يديروا تكوين حتى ولو كان 3 ايام فقط في مراكز التكوين المختصه. يعني هذه لازم تكون باش نعرف باش ما يروحش يدخل يحط ولا فقط يدير تكوين يكون متكون في عمليه تربيه النحل ونعطوا له نخصوا له مساحات اللي على حسب العاده تاع السنادق تاعو، قد ما يكبر السنادق قد ما نزيدوا له مساحه.